بيكم مشاهدينا. حلقتنا النهاردة عنوانها نساء غزة وأصوات الحقيقة والألم. رجائي قبل ما نبتدي في الحلقة النهاردة أن الحلقة دي تكون بداية شفاء وفتح لأعيننا جميعا على ما هو أغنى وأسمى وأهم من المعاني والقيم الإنسانية والكتابية. بكل صراحة دي حلقة صعبة وصعبة جدا وصعبة من جهات كتير، لأن القضية نفسها صعبة وقاسية من كل الجهات، وأي رأي بيتقدم فيها هيكون دايما بيواجه أو بأسئلة أو تحديات أو غضب، و يعني إذا اتكلمت على الناحية دي الناحية دي بتزعل، إذا اتكلمتوا على الناحية دي الناحية دي بتزعل، لأن كل واحد عنده رأي، كل واحد عايش في ألمه، كل واحد عايش في ما يتلقاه وما يتعلمه وما يسمعه وخلفياته وكل ده. وأنا فاهمة أنه يعني الموضوع حساس، علشان كده من حقك تسأل، من حقك تغضب، بس كمان من حقنا أن احنا نقول ونقدم حقائق ونعرضها عليكم. المسألة مش رأينا الشخصي أو رأيي أنا الشخصي، ولكن المسألة إن عينينا شايفة الألم، ولازم نحاول إن إحنا نقدم حلول ونتكلم في آلام الناس اللي إحنا بنشوفها بتكتر كل يوم، وخاصة في هذه القضية. الآراء اللي هقدمها النهاردة دي مش رأيي أنا، لكن هي لسان حال من هم في قلب المعضلة، نساء غزة نفسهم. و يعني دايما كل اللي ليه اتجاه آخر بيغض البصر والسمع عن أصواتهم. خليني أقول دي تاني، الستات اللي جوه غزة واللي هنقدمهم النهاردة هم يعني صوت واقعي لما يحدث على الأرض، لما يحدث في حياتهم، للي لمسهم هم شخصياً، للي هم عارفينه وعايشينه بقالهم سنين. لكن كل واحد بيتكلم على القضية من برة، بيسمع من الاتجاه اللي هو عايزه، وبيغمض عينيه عن الأصوات اللي في وسط الألم بتتكلم بشجاعة وبتقول الحقيقة. ومن العجيب جداً أنك تكون خارج الموضوع، سواء انت كنت فلسطيني بره ولا فلسطيني جوه ولا امريكاني ولا مصري ولا سعودي ولا غريب جدا انك تكون خارج الموضوع وعندك الف راي وادانه وانت مش عايش اللي هم عايشينه. الحرب اخواتي دمار وشر، ده مش هنختلف عليه، لكن كتير بنسمع افكار فلسفيه والناس بتتعصر جوه، وطاحونه الحرب دايره جوه. فيعني أشهر الأفكار اللي دايماً عاملة ديبيت على كل منصات التواصل الاجتماعي والإعلام فكرة وماذا عن، تقول اللي حصل في 7 أكتوبر كان جريمة، يقول لك وماذا عن، لا ما صنعوه وما قالوا وما مررنا به، ونسبية الأمور بقى، ويقول لك يعني الأمر نسبي، هم قتلوا هنا 1000 لكن دلوقتي بقى 50000، الأمر مش نسبي، في واقع الناس عايشاه على الجهتين. ماذا عن ما فعلوه أو ما فعلناه، ماذا عن قتلاهم أو قتلانا، الناحيتين فيهم خسارة. مقارنة الأعداد أو مقارنة الألم أو مقارنة الخسائر، يعني هذه المقارنات لا تقود إلا للنزاع. مهما بررت لازم نعترف أنه ما حدث في 7 أكتوبر لن تستطيع أنك تبرر البربرية والإرهاب وموت الإنسانية والقلوب الميتة اللي خرجت في اليوم ده، واللي بسببهم الستات دول دفعوا الثمن، الأطفال دول دفعوا الثمن. اللي دفع الثمن الحقيقي هو شعب غزة، نساء وأطفال وبشر كان أملهم إن هم يعيشوا ويربوا أطفالهم زي بقية الناس. إحنا معظم الوقت بنشوف الأمور من خلال عدسات خبراتنا الشخصية أو ألمنا وتحزباتنا فقط،
اللي تربينا عليه، الخبرات المؤلمة اللي عشناها، كم واحد فقدت في عيلتك في وسط الحروب اللي دارت على مدى السنين اللي فاتت من الناحية دي ومن الناحية دي، اللي احنا عارفينه بس. ولما ده بيحصل في حياتنا بيحجب عن أعيننا حقائق كثيرة أوسع من نطاق عدساتك الشخصية، في مفاهيم أوسع وأهم وأسمى، أهمها منظور الله وقلب الله للطرفين ولكل منا، كل واحد مننا بصورة شخصية. وإنك ترى إنه كل إنسان له قيمة لأنه خليقة الله وليس حسب تقييمك الشخصي، ده المنظور المسيحي. أنا بقدم رأيي من خلال خبرتي من منظور الله، الله يرانا متميزين كل واحد، مش عشان خلفيتك، مش يهودي وفلسطيني، مسلم كافر، مسيحي أمريكاني، مش ده. في رسالة غلاطية 3 بيقول كده بولس الرسول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر أو أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح. الآية دي بتتكلم عن من هم في المسيح، وأنا عارفة كده، لكن من خبرتي الشخصية وفهمي لكلمة الله وفهمي لقلب الله، أني أقول لك كمسيحي، كأخ كأخت النهاردة، إنه قلب الله عايزك كمؤمن عايش فيه، انتهت الاختلافات اللي بينك وبين اليهودي واليوناني والإغريقي وكل الناس اللي حواليك، لكن اللي معاك في المسيح اللي جوه الحظيرة زيهم زيك. أنا عايزك تشوف من منظور المسيح، لأن كونك في المسيح ده يجعلك تنظر إلى من هم خارج الحظيرة وتراهم من خلال الرجاء في المسيح، إن هم كمان ليهم مكان في قلب ربنا. لأننا كلنا كنا خارج الحظيرة في يوم من الأيام، أنا وإنت، وخاصة اللي من خلفية إسلامية. لما دخلنا في قلب الله شفنا التغيير الحقيقي اللي ربنا بيعمله فينا. فأنت وأنا النهاردة نختار كبشر التغيير والشفاء اللي عمله الله جوانا، ونصلي هذا التغيير والشفاء في قلوب اللي حوالينا، وننتظر بشغف ان هم ينضموا الى محبة الله، وانك انا وانت نعمل على انه يكون في فرصة حياة للجميع. فلما نلبس النظارة نشوف المستقبل من عدسات ترى من خلال محبة الله. يعني أي عدسة بقى تختار، تختار العدسة اللي بتشوف من خلالها النهاردة اللي حواليك كأبناء الله في المستقبل، ولا عايز العدسة اللي دايما هتكون حبساك في تحزباتك وخبراتك وألامك وكل ده؟ أنا أؤمن إن الله يستطيع إنه يعلمنا ما هو أسمى وأفضل من كل ده، لأنه أعدنا لده. النهاردة هنتكلم عن نساء غزة، أنا هتكلم عن أخوات لينا جوه الأرض، الست اللي بتحمل على كتافها العيلة، المسؤولية، محاولة إنها تجد حل، ملاذ، أكل، شرب، دواء في كل الأحوال والظروف. الست الفلسطينية في كل الأحوال والظروف قوية، بتشيل العيلة كلها. الراجل راح اتسجن، مشي، هرب، هاجر، يبقى عندها 7-8-10 عيال تشيل الكل. النهاردة حطيته فوقها وعلى كتافها كمان انها ترجع تعيده من الأول، كأنكوا رجعتوها لعصر محمد، لسه هتقعد بقى تملى المية يعني ما تبقاش لاقيه الأكل والشرب، وهتطبخ إيه وهتعمل إيه وتأكل إزاي وتحمي إزاي. 7 أكتوبر كان يوم أسود وجريمة إنسانية وإرهابية لم يستشار فيها هؤلاء النساء، خليكوا فاكرين ده،
ولكنها غيرت حياتهم للأبد. واحدة عايشة في بيتها وسط ولادها، مشغولة بمدارسهم وجوازاتهم وخطط البيزنس اللي عايزين يعملوه، وهي ممكن تعمل ايه عشان تحسن عيلتها، وازاي يبقى عندهم بيت، وازاي تجوز البنات والكلام ده كله. اوكي، يا ريت توقف لي الشاشة. وفجأة الدنيا كلها تتغير، من يا دوب تبقى راضيه بانها عايشه في اوضتين ولا حاجه، هي والعيال ومقفول عليهم باب وحواليهم اربع حيطان، وفجاه اليوم الاسود ده خلى حياتها شكل تاني، غير شكل الحياه للمراه والاطفال والكبار. انا عايزاكم تشوفوا في الفيديو اللي جاي ده صوره بسيطه. أنا عايزة أقول لكم بمنتهى الأمانة إنه كان في فيديوهات مزعجة مرعبة، يعني مؤلمة جدا. أنا اخترت الأقل سوءا علشان خاطر يعني بصراحة الواحد لا يحتمل إنه يشوف الأطفال في الأوضاع دي. لكن بص على الست دي، اسمع قصتها وشوف كده حياتها اتغيرت إزاي. ودي مثل لكتير من الستات، في لا كل الستات دلوقتي ده شكل الحياة. شوف تشجو بتتعب فيش ستات بيت ولا إشي. بصبر وكفاح وحضور لافت تظهر المرأة في غزة صلبة مع أيام الحرب الطويلة. تطلع أم يوسف بمهام جسام كل يوم لتوفير أدنى مقومات العيش لأفراد عائلتها، بعد أن اضطرتها الحرب أن تتخلى عن تحقيق حلم لطالما سعت إليه. وتعب وشقى غير هيك فيش، يعني الحلم اللي أنا اللي كنت أحلم فيه كمصورة أفراح إني أنا مثلا أفتح استوديو وأجيب كاميرات وأبسط الناس ضاع. نساء في زمن الحرب يمضين ساعات في توابير للحصول على وجبة طعام وقنينة ماء نقي لتلقى على عاتقهن مهمة أخرى، ألا وهي البحث عن مكان آمن تنزحن إليه. إحنا زهقنا من جوا 10 شهور، تعبنا معاناة، تعبنا من جوع غسيل نار، رحنا يكون بالعون بس. يعني الست وهي قاعدة بتغسل بالجردلين المية، يعني شوف قد إيه هي صغيرة، شكلها يعني قليلة الجسم، ما هياش ست عضلات ولا أي حاجة، لكن ماشية هي شايلة الجردلين، ويا ترى ماشية بيهم قد إيه، ودول هيعملوا إيه، وكم مرة بتروح عشان تجيب مية للغسيل ولا للأكل ولا للشرب، عايشة إزاي. الاوضه اللي هي كانت بتتكلم فيها دي ممكن ما تبقاش اوضه، دي ممكن تبقى نص اوضه، يعني ممكن تبقى الـ نصها وقعته قنبله ولا اي حاجه، ممكن تكون مفتوحه على الشارع. فزي ما قلنا الست بقت مسؤوليتها بقى انها تلاقي المكان اللي هيناموا فيه واللي هيتغطوا فيه واللي هيتغطوا بيه والاكل هيجي منين. وتخيلوا الطوابير بتاعت الاطفال دي كلها وهم واقفين كل واحد بطبق عشان ياخد مغرفه رز، يعني العيله كلها لازم تقف في الطابور، يعني لازم يروحوا بقى افطار وغدا وعشاء لما يكون في اي نقطه اكل متاحه طوابير، ولما الاكل يخلص وطفل واقف وطبقه فاضي، طوابير من الطعام واطفال جعانين وحسره على اللي فقدوهم وعدم امان دائم وضياع الاحلام للابد للابد. الست اللي اتكلمت وقالت انا كان نفسي اكون مصوره افراح عشان ابسط الناس، دي واحده كانت ممكن تبقى واحدة منتجة يعني تكفي عيلتها وتكفي بيتها وتربي ولادها بطريقة كويسة ويبقى عندهم مجال للعيشة. قد إيه أحلام ضاعت في وسط الدمار ده؟ الدمار اللي احنا شايفينه في الصورة دي حقيقة حقيقة، يعني الواحد ايه اما يبقى عايز ياخد نفسه كده يقوم يدور على شجره
اخرج بره كده ادور على شجره اقعد تحتها لكن دول اي حته يبصوا فيها بيت فلانه اللي وقع، وده بيت عمي اللي راح، وده الحته دي ابني اتضرب فيها. ليه؟ لان حماس قررت انها تعمل العمله السوداء دي ولم تراعي اللي هيحصل لده. مش لم تراعي، لا مش لم تراعي، انا اسحبها دي، لان حماس كانت عارفه ان ده هيكون رد الفعل. فعشان كده بشعوا اللي عملوه علشان يكون ده رد الفعل. الوحده والحيره وكسره القلوب اللي الستات دي عايشه فيها دي حقيقه، دي حقيقة هم عايشينها كل يوم. فين بقى قيادات حماس من معاناة الشعب ده وتبعيات اختيارهم وخطابهم الرنانة؟ السنواري قاعد يقول لك كده ايه، ان يعني اسرائيل احنا ولا يهمنا، يعني بمعنى يقول لك ولا يهمنا، الحرب معاهم دي سهلة جدا زي شربة مية، وراح ماسك الكوباية كده واخد بقه مية وحطها بمنتهى يعني الشجاعة. انت قاعد بتشرب مية ساقعة من تلاجات تحت، وقاعد في تكييف، وعندك الأكل كله والشرب كله، وكم يعني واحد من الرهائن تعذبهم شوية، تبهدلهم شوية، تتسلى عليهم شوية، لكن دول هم اللي بيدفعوا الثمن. مين اللي مش لاقي شرب المية؟ مش حماس، لكن الناس والأطفال، الستات والأطفال هم اللي عارفين الحقيقة، علشان كده بطلوا يخافوا يقولوا الحقيقة. من بداية الحرب أنا عملت لكم، حطيت فيديوهات واتكلمت في الموضوع ده، قلت إن في ناس معترضة على اللي عملته حماس، وحطينا فيديوهات كتير. على فكرة معظم الناس اللي اتكلموا وقالوا إن احنا معترضين على حماس اتقتلوا، يعني بالدليل والبرهان موجودين، دور، خاصة الرجالة. لكن شوف بقى الفيديو اللي جاي ده، وشوف الناس ابتدت تتكلم ازاي، وتعبيرهم عن اللي خسروه ازاي وليه. الرسول كان على راس السرية، يكون مش تحت الأرض بجري، بخبي ولاده ومرته وولاد الناس، بتروح في داهية ودور الناس رايحة. دمار كامل، دمار كامل. بعدين قلت بدي ابني النار، بدون دار، عمرتها سكنت فيها. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. حسبي الله اللي سبب في الحرب، حسبي الله عليك يا عمار، حسبي الله عليك يا سنوار. يقول لك بعد كل اللي انتوا شفتوه ده، يقول لك اسرائيل هي المسؤولة. كم واحد منهم طلع قال دول لاجئين، دول مسؤولية اسرائيل؟ عادي عادي. وبعدين يعني الحقيقة الست الغلبانة اللي واقفة جوه بيتها، اللي هي يدوبها لسه يعني يدوبها لسه موضبة بيتها، راح البيت، راح بقى هي واقفة منها للشارع دلوقتي. كل اللي عاشوا يعملوه عشان يعيشوا في حياة بس يعني نفحة كده، يعني نفس، راح. تقول لك الرسول كان على راس السرية مش تحت الأرض مع أولاده ومراته. أوكي؟ يعني نختلف في الأمر ده، هنشوف ليه الناس دي بتعمل كده. الست بيتها ضاع وأطفالها تحت الرماد، ويعني الألم
اللي هم عايشينه هم اللي يقدروا يعبروا عنه، مش احنا اللي بره. لازم نبقى فاهمين ان حماس حركة دينية سياسية إخوانية. ايه بقى المبادئ اللي بتقود هذه الحركة الدينية الإخوانية وأثرها على الشعب؟ الشعب اللي ينظر ليه حماس وكل القيادات الإسلامية في الدول الإسلامية كلها إنهم أتباع عامة، دول يعني انتوا خليكم انتوا بس في الناحية دي، نرملكوا فتافيت، لكن احنا اللي ناخد القرارات ونتصرف في حياتكم ونحطكم دروع بشرية ونستخدمكم علشان نلم بلايين. هنية مات سايب ملايين بلايين من اللي لموا من دماء الشعب. فلما يقف ويقول ايه، نحن نحيا على دماء الشهداء، تعرفوا ايه؟ ده مفهوم اسلامي بحت. محمد كان بيغري الناس بالغنائم واغزوا تبوك تغنموا بنات الاصفر وكلام من ده، ولكن ايضا كان بيغريهم بالشهاده. كان عندك قطعين، عندك جزئين، الناس اللي عايزه تروح علشان الستات والفلوس، والناس اللي عايزه تروح عشان هم خلاص قرفوا من الدنيا وعايزين يروحوا بقى ايه، ياخدوا حور العين اللي فوق اللي هم مش طايلينهم هنا. النوعين لسه موجودين، هم لان الفكر الشيطاني هو ده المفهوم الاسلامي. فما تقولوش بقى الرسول كان بيعمل كده، هو هنية بيعمل زي الرسول والسنوار بيعمل زي الرسول. وحاطين لك البانر بقى حريتكم وعد، ده حريتكم وعد، ده الشعار بتاع من هم داخل الانفاق، لكن في النهايه الناس دي الستات دي هم اللي بيمشوا في الشوارع وسط شوارع مليانة ببحور الدم والأشلاء. النهاردة وأنا يعني بفكر في الحلقة، يعني جت في ذهني صور الستات دي ماشيين بعيالهم، ما هماش عارفين الضرب هيجي لهم منين، من حماس ولا من إسرائيل. الاتنين بيضربوا، لكن حماس بتضرب من وسط خيم ناسها. فيديوهات مليانه، يقول الراجل بيقول لك انتوا بتضربوا من وسط الخيم، احنا هنلاقيها من بره ولا من جوه. الناس ملهاش قيمه. فالست تبقى ماشيه بست سبع عيال يقع منهم اتنين تلاته وهي ماشيه عادي، عشان قيادات حماس يعيشوا على دماء الشهداء. لكن الام دي انت ما تقدرش تعوضها، انتوا برمجتوا الستات على انها تقول الشهاده وخد مش عارف ايه وعندي اربعه راح منهم ثلاثه خد الرابع والكلام الفاضي ده، لكن في النهايه هي ام بتتالم وخسارتها ما تتعوضش. اسمع الست اللي جايه دي، ودي هنشوف لها فيديوهين ثلاثه لانها متميزه جدا. الفيديو اللي هي بتتكلم فيه دي كانت واقفه بتصرخ فوق انقاض بيتها وفوق جثث اهلها من تحت الانقاض. لا بيمثلنا 7 اكتوبر ولا بيمثلنا اللي صارت 7 اكتوبر ولا بيمثلنا اللي اخذ قرار بجر الناس لحرب. الله بيقول تجنبوا لقاء العدو. الله الرسول كان يحافظ على حياة الناس، احنا لا ضل حياة ولا ضل اهل ولا ضل بيوت ولا ضل ذكريات. المهم القادة بخير، وخلي الاخوان المسلمين ينبسطوا وخلي حماس يفرح وحسبنا الله ونعم الوكيل على الثاني السبب. احنا دفعنا الثمن تذكرة حماس، احنا دفعناها، احنا دفعنا التذكرة لها. انا اولادي ابن اطفال اصغر ما فيهم 7 سنين مش ملاقي طعميهم، والله مش ملاقي طعميهم. دفعت التذكرة على ابني، دفعت التذكرة لحماس، ليش عاملة فينا كده حماس؟ ليش بعدلت النساء وبعدلت ترجع وبعدلت وضيعت شباب العالم وضيعت
فضل عندنا أهل ولا بيوت ولا ذكريات، إحنا اللي دفعنا تمن التذكرة بتاعت حماس. حماس ركبت القطر وداست الناس، واللي دفع التذكرة الستات دي اللي مشتاقين يأكلوا ولادهم، اللي مش عارفين ليه حماس عملت كده فيهم. الست دي بتقول كده كلمة هي يمكن مش عارفة هي واعية للي قالته ولا لا، لكن قالت لهم انتوا ضيعتوا شباب العالم. في هناك بلغتهم يقولك يعني العالم يعني الناس اللي حواليهم، لكن واقعيا انتوا ضيعتوا شباب العالم في أنحاء كثيرة من العالم، وضيعتوا مدنيين اللي النهاردة بيدفعوا ثمن خراب بلادهم بسبب اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا بتبعتوهم علشان يخربوا دول العالم ويعملوا مظاهرات ويغيروا أفكار الناس ويبهدلوا دول الغرب والكلام ده كله، ده شغلكم. الفساد في الأرض ده شغلكم. الست بتقولك إيه، إن الله أمر أنكم لا تلقوا الأعداء، والرسول حمل مدنيين. يعني أنا عارفة أنكم في يوم من الأيام هتشوفوا الفيديو ده، وانتوا في قلب غزة هتشوفوا الفيديو ده، لانه النهاردة ربنا عنده رسالة ليكم. انتوا همنا النهاردة انك تعرفي قلب الله ليكي. عايز اقولك انكم يعني على حق، لان حماس هي السبب، لكن اللي ورا حماس، حماس منظمة اسلامية مبنية على مبادئ الاسلام الحقيقية، ومحمد امر من اله القرآن ان يحرض المؤمنين على القتال ونشر روح الحرب والموت في غزوات في حياته طولها وعرضها ومن بعده لحد النهاردة لنصرة الإسلام، وليس قضيتكم. كما لم يهتم محمد بأتباعه، ولكن اهتم بنشر هذه الرسالة السامة. انتوا مش مهم عند هذا الإله، لأنه مش هو اللي خلقكم. الإسلام أيضا جعل من القادة طغاة ومتسلطين، ويتسلطوا عليكم وليهم السمع والطاعة وانت ما تقدرش تتكلم. يقولك مش حاجة اسمها ديمقراطية، ايه انت ليك صوت؟ لا، الإسلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وده اللي حاصل فيكم، ده الواقع. لكن أنا بشكر الرب من أجل أنه أعطاكم صوت وفهم للحق، وإن عدم سكوتكم على هذا الشر هيخلق ثورة، هيخلق تغيير، تخلصكم من حياة القصف والموت واستخدامكم كدروع بشرية زي صوت الست دي. وهي نفسها الست اللي هنكمل معها دلوقتي اللي كانت في الفيديو اللي قبل كده، اسمع. لكن إحنا التمن اللي بندفعه اليوم تمن إيش؟ وتمن مين؟ أنا شو علاقتي كبني آدمة مدنية في بيت ندفع الثمن؟ ليش؟ كنا نايمين في أمان الله، صحينا الصبح على 7 أكتوبر، 7 السواد، اليوم الأسود، يوم النكبة. كنا آمنين في بيوتنا، صحينا على نكبة، اتشردنا وتهجرنا. طب بدنا نوصل لوين؟ المجنون اللي اسمه السنوار، المجنون اللي اسمه السنوار رمى حجر في البير، مين بده يطلعه؟ أنا اللي بدي أطلعه ولا أولادي بدهم يطلعوه؟ المعتوحة اللي اسمها حماس لا انتخبناها ولا وكلناها، بتطلع انطلاقة لفتح بيطلع فيها 1,200,000، وحسبنا الله ونعم الوكيل في السنوار، وحسبنا. الست دي من منظور الفلسطينيين هي مش وطنية، لا، هي بتؤمن بكل اللي هم بيؤمنوا بيه، ولكنها عايزة تعيش في حياة سلمية، عايزة تعيش وتربي أولادها، مش عايزة إنها تكون درع بشري وضحية. ما بتقول السنوار رمى حجر في البير، مين اللي هيطلعه؟ مين اللي هيدفع التمن؟ أنا وولادي. وفعلا ده اللي حصل، التمن هو التشرد والجوع والأمراض اللي انتشرت في وسط الناس دي، اللي هم بقى في الشوارع، الحوامل اللي بيولدوا في الشوارع في حواري على التراب، لا معونة ولا حماية ولا علاج ولا حد يهتم.
فاكرين مره انا قدمت لكم حلقه عن الـ 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 المساجين اللي بيسربوا الحيوانات المنويه علشان يلقحوا ستاتهم اللي في البيوت عشان يخلفوا عيال. الانسان لا قيمه له. انتوا عايشين في غزه عندكم المجال انكم يبقى عندكم عيال وعندكم يعني الاعداد بتكبر مش بتقل. لكن دلوقتي اللي بيقلل اعدادكم هم حماس اختياراتهم. العيال ملهاش قيمه. عدد علشان خاطر يبقى في مقاومه. مين مهتم بالاطفال اللي ابتدى يبقى عندهم يظهر امراض انقرضت من سنين زي شلل الاطفال مثلا. نشكر ربنا انه دلوقتي دخلوا لهم دواء ولقاح وتلقحوا ضد شلل الاطفال، لكن الامر لم ينتهي. الثمن هم الاطفال الجعانين اللي تعرضوا للامراض الوبائيه المنتشره دلوقتي. والاهالي بيتفرجوا على عيالهم ولا حول ليهم ولا قوه. مفيش صابون حتى يغسلوا بيه وشهم. معظم الوقت عندك يعني فيديوهات مليانه البنت الصغيره اللي طلعت تقول يعني احنا الحمد لله كويسين بس يعني اصل مفيش صابون نستحمى وكده وننظف بيه فبيطلع لنا امراض ومش عارف ايه، محدش بقى يختفت بعد كده. فين البنت دي؟ انا شفت ناس بتكتب بتقول فين البنت؟ هي ما كانتش المفروض تطلع تقول كده، هي المفروض كانت تطلع تقول حاجات تانية، فقالت دي علشان خاطر تحتاج حقيقي وده اللي حاصل. وانتوا بتعملوا العملة السوداء دي فكرتوا في الاحتياجات الأساسية للناس اللي هتبقى في الشوارع دي؟ فكرتوا فيهم؟ يعني المجتمعات البدائية بتعاني من انه يكون فيها الادوات اللي الست تقدر تستخدمها للنظافه الشخصيه وللاطفال والحفاضات ويو ازاي؟ فين المعونات الدوليه اللي بتوصل غزه وهي فعلا بتوصل غزه؟ خلينا نسمع بتروح فين؟ يعني انتوا لا رتبتوا ولا عملتوا تأهيب أو تأهيل للناس اللي هيحصل لها كده دي، ولا شلتوا لهم مخزون، ولا عملتوا أماكن مخابئ ليهم، لكن في مخابئ ليكم. الأسرة لما اللي طلع منهم ناس المخطوفين، مش أسرة دول، المخطوفين طلع منهم ناس قالوا إحنا شفنا بلاوي تحت. وحماس نفسها قالوا لهم احنا عندنا مدينه كامله تحت الارض. طب حطوا فيها شويه ناس من اللي فوق دي بدل ما انتوا عايزين تدخلوهم مصر وتهجروهم هنا يعني ليه؟ شوف الفيديو اللي جاي ده هو رد من واحد بيسال في شحنات بتدخل كل يوم بشكل دوري بتروح فين؟ شوف بشكل يومي في شاحنات مساعدات من غزه بتدخل، وين بتروح؟ مين بياخدها؟ ليش من غزه بتدخل ولا بتدخل على غزه؟ بتدخل على غزه من معبر رفح وغيره. مين بياخدها؟ مين اللي بياخدها؟ ليش بتم توزيعها بيبيعوها في السوق السوداء؟ صلي على النبي، اول حاجه النقلات بتاخذ وبخذوها تبع حماس. هذا واحد. افضل الناس واحسن الناس ولازم اول الناس صالون كابونات اللي بيشتغلوا بحماس. واحنا بنشوف كثير جيران عندهم كثير جيران حمزويه على الضمان. خشيت عريش الحمساوي وانا بحكي لكم اياها اشهر خبر يا عم العالم. خشيت عريش الحمساوي عليه ضمن لقيت فينا كابونات عليه ضمن كفه وحاره كامله يا راجل. يعني رسمي ولا هو عنده نقطه اقتصاد ولا بوزع ولا اي حاجه. يعني انت شايف خلص اللي بيزيد من ماراثون حماس بيجينا احنا الغلابه الشعب. يا فين بقى؟ اللي قالوا لنا ما فيش والشاحنات ما بتدخلش ومش عارف ايه، لكن عندنا ملايين الفيديوهات اللي يعني مش ملايين يعني في فيديوهات كتيره بتوريك انه حماس بتضرب الناس بالرصاص لما يكونوا هيقربوا من الشاحنه، لازم تروح لهم الاول. لازم نملى المخازن اللي تحت الاول. بتدي عملائها والباقي اللي فضل بقى كده يروح للغلابه، وما تنساش تصلي على النبي. حماس زي نبي الاسلام بالظبط. اللي علمهم
انه قانونا في الاسلام كده لا يجوز لمؤمن انه يشرب او ياكل قبل الرسول. لو الرسول عطشان وما فيش غير شوربه ميه هي بتاعته هو، انتوا لا. بالطبع احنا ندين حماس وندين الديانه اللي حولتهم من بشر لوحوش. يعني ايه مقاومه؟ اي مقاومه دي؟ اي مقاومه تعتبر انه هؤلاء يعتبروا مقاوم؟ المقاومه بتشتغل لمصلحه الدوله، لمصلحه الشعب. المقاومه تبقى من الشعب، مش تمشي وهي بتتفرج على الشعب اشلاء. ومكملين، احنا مكملين. اصوات النساء ودماء الابرياء بتدينكم، ودي الاصوات الحقيقيه اللي انتوا عارفين انهم بيدينوكم فعلا، واللي هم عارفين وهم بيقولوا كده ان هم يعني ممكن يتقتلوا بسبب كلامهم، ومع ذلك بيقولوا الحق. احيانا بيبقوا عارفين احنا ميتين ميتين هنقول الحق بقى. يعني في مصر يقول لك ده انت كفرت الراجل، ما احنا زهقنا من العيشه. شوف الست دي اللي كانت واقفة، دي هي نفسها اللي كانت واقفة على ركام ولا الهدم بتاع بيتها، اللي قالت حماس ما بتمثلناش و7 أكتوبر ما بيمثلناش. اتعامل معاها مقابلة علشان ازاي تقول حاجة زي كده. المذيعة استضافتها بعد التصريح بتاعها ده واتهمتها بالخيانة، أو بتقول لها كده، يعني إن الناس بتقول إن أنت خاينة. هناك من يعتبر بأنك صوت نشاز، هل هناك من يشاركك في غزة نفس الصوت؟ أنا بمشي بالشارع، بيوقفوني بالشارع الستات وبيحكوا لي شكرا لك لأنك حكيتي بصوتنا. ست لا أعرفها أوقفتني في سوق النصيرات وبتحكي لي شكرا كثير لك، أنت حكيتي بصوتنا. فبتحكي قصتها، بتحكي لي أنا زوجي كان عاطل عن العمل وبعدين طلع له تصريح عمل بالداخل المحتل، الحمد لله سددنا ديوننا، الحمد لله جبت الاشياء اللي بناتي نفسهم فيها، صرنا بناكل الاكل اللي نفسنا فيه، اجتنا الحرب. فهي بلسانها ايش بتحكي؟ بتحكي لي حسبنا الله ونعم الوكيل، شحتت الخبز من الناس عشان اكل بناتي بعد ما حكيت الحمد لله بدت الامور تنفرج. الناس هي هنا قالت لها انت يعني الناس بتقول ان انت صوتك نشاز، يعني اللي انت بتقوليه ده يعني نادر ان حد يقوله، وانت بس لوحدك اللي بتقولي كده. طبعا ده مش حقيقي. حط اعتراض الفلسطينيين على حماس هتلاقي فيديوهات للركب، رجاله وستات. اوكي؟ لكن الست دي قالت انه الناس كانت بتوقفها في الشارع علشان تقول لها شكرا انك كلمتي. بس الست دي اتكلمت بعد ما دفعت ثمن. هنلاقي بعد كده هنكتشف في 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 يعني في فيديو اخر انها قالت انها دفعت الثمن. فقدت من اهلها على الاقل 7. البيت اللي كان مهدوم ده واللي هي واقفه فوقه كان تحته ناسها، امها وابوها واجدادها، مش في الحرب دي بس، لا في حروب تانية كمان. شوف الحوار ده. حماس تقول بأنها استطاعت الصمود للشهر 9 على التوالي، هكذا تحدث هنية في تصريحه اليوم. عفوا، هو هنية اللي تحدث عن صمود للشهر 9 هو وين؟ هو وينه؟ موجود بغزة وصامد معانا؟ هو شو أنا بستنى من اللي بيصحى بقطر او بيصحى بتركيا او بيصحى بلبنان او بيصحى بمصر؟ بيصحى الصبح بيفتح حنفيه الميه بيشوف الميه طبيعي، احنا ما شفناهاش كنا 9 شهور، احنا رجعنا مليون سنه ضوئيه لورا. هو اللي بيصحى الصبح وبياخذ شاور وبيفطر وفي عنده غاز وفي عنده كهرباء وفي عنده ميه، عفوا عن اي صمود بيتحدث؟ حالنا ما بعد حزيران 2007 طبعا سيء وسيء جدا جدا، بعد ما سيطرت حماس على قطاع غزة وفصلته عن وطنه الأساس. حالنا سيء، وحالنا أسوأ مع كل حرب ومع كل تصعيد، وحالنا أسوأ ما رأينا
من بعد نكبة 7 أكتوبر. شفتوا إزاي؟ اللي دفع الثمن هم الناس دي. يعني الفيديوهات اللي طلعت من قادة حماس كلهم، نحن صامدون. طب أنت فين؟ أنت صامد تحت وعمال تبعت رسائل وتبعت صواريخ وتضرب من قلب المدارس والمستشفيات، ويعني في وسط شعبك، وصواريخك بتقع على شعبك زي صواريخ إسرائيل بالظبط. فأنتوا إيديكم مليانة دم وتقول نحن صامدون. يعني اللي قاعد تحت السنوار اللي هو الصورة للمقاومة داخل غزة، اللي هو المفروض يعني بقى القائد الكبير خالص، هو قاعد تحت لا يختلف عن هنية وغيره والناس اللي قاعدة بره. انت صامت في قطر وفي الفندق وانت بتاكل وبتشرب وبتعملك عزايم، يعني انا مش عارفة انتوا فاكرين ولا لأ انه هنية من كام شهر اتجوز ومطلع فرحه. يعني كان صدقني كان لازم احط لكم الحكاية دي، كان فرحه طالع فيديو، مش ان هو ما عندوش يعني ستات، لأ دي عروسة جديدة بقى، يعني عشان نزود زيه زي الرسول، أصله كان بيتجوز عشان العلاقات السياسية مثلا، لا ده بيتجوز عشان يتبسط. فأنتوا صامدين إزاي؟ الناس اللي تقدر تقول إحنا صامدين وإحنا موافقين وإحنا هندفع التمن وكده هم اللي على الأرض، بس بيقولوا غير كده، بيقولوا لكم حلوا عن دماغنا، احنا مش صامدين، احنا عايزين نعيش. الست دي قالت انه من ساعة ما مسكت حماس القطاع واحنا حالنا من سيء الى اسوأ، وكان الاسوأ حال هو في الوقت ده لانه ما حصلش قبل كده. وهي يعني صراحة هي اللي سمت 7 اكتوبر نكبة، هي كانت نكبة على الفلسطينيين مش قادة حماس، لكن في اسم يسوع الله يخلصهم. يعني كل من يقول ان حماس مقاومة، انا بقول لك اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. الاعلام العربي مثلا في حالة من اللخبطة، عمرو أديب في الاول قال لك حماس والمقاومة، ازاي يا حاجة ده انت عندك الاخوان المسلمين ارهابيين ولا مش ارهابيين؟ يعني بلدك بتقول انه احنا مقاطعين الاخوان المسلمين ولا ايه؟ انت ازاي تفسر ده؟ ازاي تقول على حماس الاخوان انهم مقاومة عشان ضربوا اسرائيل؟ لا، دول ضربوا شعبهم الأول. خلينا ناخد مكالمة معنا الأخ بسام. أهلا بيك أخ بسام، اتفضل. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. بس حابب أسأل حضرتك عن رأيك في مشهد من فيلم تمن الحرية. أنا ما أعرفش إيه تمن الحرية أصلا. فيلم اسمه تمن الحرية للفنانة كمال مختار والأستاذ عبد الله غاز. لا معلش مش عارفة يعني. يا عندك سؤال في اللي أنا بتكلم فيه؟ ما هو بخصوص كده، هو بخصوص الموضوع ده. طب قول لي سريعا عشان نفس الموقف اتكرر. يا تفضل. نفس الموقف اتكرر من المقاومة المصرية ضد الإنجليز. اها. وكان ردة الفعل الناس مختلفة خالص عن كده. يا لأن الناس شجعت كده. أنا فهمت أنت عايز تقول إيه. أنا معاك في دي. تمام. لأنه المقاومة المصرية كانت من ضمن الشعب، وكانوا بيقاوموا فعلا احتلال عايش وبيضرهم وكانوا تحت ضغط والكلام ده كله، شفناها في الأفلام وفي التاريخ والكلام ده كله.
لكن المقاومة بتاعت حماس ما بتعملش اللي المقاومة المصرية عملته. الشعب قام مع المقاومة. نختلف بقى اتعملت ازاي، من اللي كان بيقودها، الاهداف السياسية كانت ايه، في الاخر طيب الشعب وليكن. استفاد. تمام، وليكن وليكن اتفضل. نعم اتفضل. وليكن كلام حضرتك صح. نعم. طيب احنا سيبنا الطرف الجاني نفسه، سيبنا اسرائيل نفسها اللي بتضرب في الناس. لا احنا ما سبناش، انا بتكلم على لا انا احنا ما سبناش المسألة. بص انا قلت في الاول انا مش بقارن مين بيعمل ايه، كل واحد بيشوف من العدسة بتاعته، لكن انا بتكلم على من تسبب في ان الستات دول بلا معونة اليوم. انا مش هتكلم في حاجات سياسية. السبب اتنين، طرفين مش طرف واحد. بص ندخل بقى في حكاية مين عنده حق الرد ومين ما عندوش حق الرد والكلام ده كله، برضو ده ما يهمنيش. النهارده موضوع على الترابيزه، ما ينفعش برضه يحصل للناس ده كده. شور ما بص ده اللي انا قلته في الاول، المساله نسبيه وماذا عن وماذا عن. انا قلتها في الاول، انا مش بقول عن ماذا عن، انا بقول لك بص على صوره الستات دول والناس دي في ايدها انها توقف الحرب. لا بشكرك، معلش يا اخ باسم انا لازم احط الرساله الاخيره. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. على فكره انا سعيده باتصالك. احنا الست بتقول لك انه عمال يقول لك صامدين ومش صامدين، شوف الست اللي جايه دي بتقول ايه، بتقول لهم ايه لقاده حماس. احنا صبرنا على حكومتنا 17 سنه، بعد ال 17 سنه هالدمار وهالتدمير هذا يكافئونا هيك شعبنا؟ بوجه كلمتي للسنوار ولهنيه ولحمد اللي بقولنا اصبروا وصامدوا، احنا لا صابرين ولا صامدين. بكف الظلم والدمار اللي احنا فيه، 9 أشهر من عمرنا راح، يعني بكفى بعد 17 سنه هذه انتم تكافئونا دمار هذا شامل؟ كيف احنا بدنا نعيش اطفالنا؟ كيف بدهم الاطفال اللي شافوا الجثث، شافوا الدمار، شافوا الهلاك، شافوا الجوع، شافوا كل حاجه، كيف بدنا نعيشه؟ كون انا ابني هذا بعمر 7 سنين اتدمر، شكلك بقول يا ماما انا ايش ذنبي، انا اعيش في حرب، انا بدي اعيش زي بقيه اطفال العالم. فانا بوجه رسالتي بقول لهم بكفوا، احنا مش صامدين، بكفوا تضحكوا على شعوب العالم، بكفوا تدمير، انتوا مش عايشين معنا، انتوا لا شفتوا خوف ولا شفتوا رعب ولا شفتوا جوع ولا شفتوا قصف ولا شفتوا دمار، انتوا عايشين مكيفات باكل وبشرب بكل حاجه، اما احنا اللي اكلناها شعبنا عن جد. عشان انا بوجه رسالتي بقول لهم بكفي. ابني بيقول لي انا عايز ابقى زي بقيه اطفال العالم، وبعدين تقول لك انتوا بتضحكوا على شعوب العالم وبتقولوا انكم بتعملوا ده لنفسكم او للشعب. 17 سنه واحنا صابرين على حكومتنا ما نفعتناش. مش انا اللي بقول الكلام ده، ستات جوه الحياه اللي هم عاشوها مع هذه القياده الغاشمه الغادرة بشعبها، دول اللي يعني يتقال عليهم انت يا واكل ناسك بالمصري كده. انتوا بتضحكوا على شعوب العالم، تلموا فلوس على حساب القضية الفلسطينية تسمنوا بيها انتوا، لكن الشعب هو اللي يدفع الثمن باسمهم. فبتقول لهم احنا مش صامدين، احنا مش صامدين، بتقول لكم الحقيقة. الشعب بيقول مش واحدة، احنا مش صامدين. اسمع بتقول ايه. تحكوش انتوا قدام الناس ان احنا صامدين، احنا مش صامدين، بس على الحرب اللي انا شفتها للامانه بحب اني اهاجر، مجرد ما تلقى في البلد بدي اهاجر. بكفي هذه المدارس اللي دمروها والجامعات، وقتش بدهم يدعمرونا اياها؟ بدهم 5 6 سنين لما يعمروها. مين بده يضل يسيب اولاده 5 6 سنين من غير لا تعليم ولا دراسه ولا شيء؟ انا بنتي السنه الجايه توجيهها بدها تقعد 5 سنين لما يدرسوا، ولا ابني بصف اول ما بيعرفش يعني يكتب ولا يدرس، انا بدرسه في الدار بس على الفاضي. شوف انتوا عمالين تتخانقوا على الارض وعايزين الارض ومن البحر للنهر وهناخدها كلها ونرمي اسرائيل فمش عارف ايه، في الاخر انتوا عايزين الارض من غير الشعب، لانه دول يعني الواقع انه قرار حماس دمر الحاضر والمستقبل للشعب ده، والقرارات اليوميه اللي بيتخذها الناس دي مش هتقود للسلام، لكن هتقود لانه اللي فاضلين اول ما يبقى فيه ليهم باب هيهربوا، هيسيبوا لكم البلد ويمشوا. في حد عايز يقعد على 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 شويه طوب تحت جثث؟ انتوا بتلعبوا بمصائر الناس،
واحد من أهل غزة بيقول كده الحماس، أنا مش عايز رهاين، كل رهينة أخدتوها مات قدامها مئات. دي ردود الناس. لكن السنوار لما يقعد في يعني كل اللي الناس عايزاه النهاردة إنه الرهائن ترجع له والحرب هتوقف، رجعوا الرهائن. لكن السنوار بقى يقرر إنه يقتل بكل وحشية 6 رهائن بعد ما يعمل لهم فيديوهات بقى ويغيظ الناس بيهم ويقول لهم أنا هديها لكم، وبعدين يروح رافض الاتفاق ويقتل دول، فتطلع إسرائيل بقى تاني تدك تاني. لكن الناس عارفة إنه اشترط على إسرائيل إنها تتعهد بعدم قتله علشان يوافق على الهدنة. هدنة، ادي شعبك فرصة. مش شعبك، ده مش شعبك، انت خاين. هدنة ياخدوا نفسهم، بس عايز إسرائيل تمضي إنهم مش هيقتلوك. وبعدين الشعب والأطفال والستات، الكتاب المقدس بيقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عالي يلاحظ والأعلى فوقه. كل هؤلاء هيدفعوا ثمن الجرائم اللي ارتكبوها في حق الأبرياء من 7 أكتوبر إلى الآن من الناحيتين. وأنا بصلي من أجل توبتهم ومن أجل إنهم يعرفوا الله الحقيقي، ومن أجل أنه شر الإسلام ينتهي في وسط البلاد دي. عايزة أقول لكم حاجة، أنا عايزة أوجه رسالة خاصة لستات غزة، الستات القويات المحتملات ألام كثيرة من أجيال طويلة. أوكي؟ سواء تتفقوا معايا أم تختلفوا، أنا عندي رسالة خاصة ليكم. الله الدهاني بشكل متميز ليكم. بس عايزة أوريكم حاجة الأول. شايفين الصورة دي؟ دي واحدة من المختطفات اسمها أفيفا. أفيفا اتخطفت هي وجوزها يوم 7 أكتوبر وعاشوا رعب. جوزها مازال محجوز عند حماس. هي كانت من أوائل الناس اللي طلعوا بعد حاجة وخمسين يوم، اتعذبت في 55 يوم دول، اتنقلوا من 13 مكان، عاشوا في أنفاق، عاشوا في أماكن مرعبة، لا أكل ولا شرب وإهانة جسدية وإهانة كلام. بس مش ده المهم عندي، لكن قالت حاجتين مهمين أنا عايزاكم تسمعوا. بعد ما حكت حكايتها قالت ايه؟ قالت انا قلبي بيوجعني على الستات اللي عايشين في الخيام، الستات اللي بيولدوا في خيمة من غير يعني معونة. بعد كل اللي قالته والعذاب اللي تعذبته وجوزها اللي لسه محجوز، قالت انا قلبي على الستات دول. الفرق بين الإنسانية واللا إنسانية. على فكرة دي ست يعني يمكن ملهاش دين، هي خلفيتها يهودية لكنها مش ملهاش دين. لكن قالت حاجة ثانية وقفتني، قالت إنه كانوا بيجوا يصلوا قدامنا، فأنا كنت ببص لهم وهم بيصلوا وأقول مين الإله اللي هم بيكلموه ده؟ إزاي هم أشرار بهذا الشكل وبيصلوا قدامي؟ أنا أقول لك مين الإله اللي هم بيكلموه ده، ده إله الشر. النهاردة رسالتي للستات، الله أعطاكم قوة وفهم وأعدكم إعداد خاص حتى إنه الـ 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 الشر ما يغلبكوش، اللي أنتوا عايشين فيه ده ما يغلبكوش. أنا بصلي إن النهاردة ربنا يفتح عينك إنك تشوفي الشر الإسلامي وتدوري على الله الحقيقي. أنا كنت مسلمة زيكم واكتشفت إن الإسلام أكذوبة ودين مليء بالشر والإرهاب والدمار، لكن الأهم إنك تعرفي المسيح الطبيب العظيم اللي احتمل ألام كثيرة من أجلك، اللي عارف الألام اللي أنت بتمر بيها. ورسالة المسيح مش غريبة عليكم وانتوا في أرضه. المسيح يرى ألمك وحزنك الآن، هو شايفك الآن، وعمره ما هيحول عينيه عنك، ده وعده. الله لا يحول عينيه عنك. ارفعي راسك كده وقولي له يا رب
أنا طلبك أعني يا رب. بس الرب ذكرني بقصة هاجر وسارة وموقف حصل لهاجر. هاجر وسارة اتخانقوا وهاجر تطاولت على سارة وسارة غضبت وطردتها. صورة هاجر وهي بتهرب وهي وحيدة في صحراء مخيفة فكرتني بيكم. لكن شوفي اللي عمله ربنا. الله أرسل ليها ملاك علشان يشجعها ويخبرها بمستقبل مستقبلها ومستقبل ابنها ويديها وعود بالحياة ليها والابنها وإنه هيكون في معاها حتى في هذا المكان الموحش. فبعد الخوف والوحدة والرعب اللي عاشته هاجر في اللحظات دي يعني تتقابل مع ربنا اللي شافها اللي بيتشاف واللي بيشوف الله اللي قال لها بالتحديد أنا شايفك في اللحظة دي. فهي قالت كده إنه الله شافني شافها ورأى مشقتها أيضا. ورجعت هاجر وهي عارفة إن الله رآها وهي معروفة عنده ومحسوب حسابها مش كمالة عدد وإنتي معروفة عند الله ومش كمالة عدد. الله يراكي ويرى ألامك ويجعل لك ولعيلتك ولأبنائك ولكل من لك في القفر طريق. الكتاب المقدس بيقول كده أنا أجعل في القفر طريق. الله معونتك النهاردة وفي إيده مستقبلك ومستقبل أولادك وأحفادك. الكل محسوب عنده والله يراكي ويتحنن عليكي. زي ما المسيح في يوم من الأيام كان خارج من كفر نحوم في طريقه لمدينة نايين شاف الناس شايلة جثمان شاب ابن الأرملة ولما شافها يقول الكتاب كده إنه تحنن عليها أحزن حزنها. الله يتحنن عليك ويحزن حزنك. فلمس الشاب وقال له لك أقوم قم لك أقول قم فقام. ويقول لها المسيح وهو يعطيها أعظم هدية هو ده ابنك. النهاردة أنا عارفة أنكم كتير منكم فقدوا أبناء وبنات ولا أتخيل مقدار الألم لكن عارفة أن المسيح هو اللي عارف. بروح الرب كده أنا بقولك أنه النهاردة في منكم كثيرات هيلتقوا مرة أخرى باللي فقدوهم واللي ضايعين منهم. وأن ربنا بيقولك أنه أنا مش هسيبك في ألمك ومش هسيبك في ضياعك وهتسمعي صوتي وأنا بقولك يا امرأة هذا ابنك أو هذه بنتك أو هذه عيلتك. المسيح اللي جه علشان خاطر يعطيكي خلاص ويعطيكي فداء ويعطيكي حياة معه النهاردة بيدعوكي إنك تنظري إليه وتقولي له يا رب أعني ماليش غيرك يا رب أعني. بصلي إن الله يلمس قلبك وإنه حياة معجزية تكون في حياتك من النهاردة إلى مجيء. إلى اللقاء.